ولنقاش ملف الانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في العراق وتزايدها في الفترة الأخيرة، حتى أصبح العراق في المركز الثالث عالميا باغتيال الصحفيين. ينضم إلينا عبر سكايب من فيينا الإعلامي والصحفي العراقي زياد سنجري. أهلا بكم سيد زياد. الله. انتشرت في العراق ظاهرة لجوء الصحفيين للكتابة بالأسماء المستعارة وعدم الظهور على الشاشات في حال كان موقفهم معارض، كيف تفسر هذه الظاهرة؟ نعم سيدتي الفاضلة، لسنوات طويلة عملنا في قنوات ووكالات ولكن لم نستطع الظهور باسمنا الصريح وصورتنا إلا بعد أن تركنا العراق، وأنا خير مثال على ذلك. هناك الكثير من الصحفيين والإعلاميين والكتاب والمدونين الذين يعملون الآن في العراق وهم يخشون من بطش الميليشيات وبطش بعض الأجهزة الأمنية القمعية وبعض الأحزاب السياسية وحتى الحكومة التي غالبا ما كانت تطارد الكثير من الصحفيين والإعلاميين والناشطين. كل صحفي الآن في العراق هدف لميليشيا أو هدف لحزب او هدف لتجار الفساد الذين يسيطرون على مقاليد الامور الان في العراق. اليوم اي نقد مهما كان يوجه لاي شخصيه، اي شخصيه في الحكومه او اي جهه تنفيذيه مدعومه من قبل الحزب، يقوم هذا الحزب عبر فصيل مسلح بتهديد واستهداف ذلك الصحفي او تلك المؤسسه، وهذا ما حدث في بغداد عندما تم استهداف مكاتب قنوات فضائيه معروفه، وهنا الحديث عن غلق 9 مكاتب قبل ايام قليله، هددت القنوات بعدم تداول المجرمين الذين قاموا بمجزره صلاح الدين، مجزره الفرحاتيه، وهناك كل جهه مستهدفه، كل جهه اعلاميه مستهدفه اذا ما ذكرت الحقيقه، الحقيقه المجرده وما يحدث الان في العراق. تقول المنظمات الحقوقية الدولية أن صحفيين في العراق يتعرضون لتهديدات تجبرهم بالنهاية على الرحيل، كيف يمكن تقييم بيئة العمل الإعلامي في العراق حاليا؟ اليوم بيئة العمل الإعلامي في العراق هي من أخطر مناطق العمل للصحفيين على مستوى العالم، يعني العراق يتصدر وتصدر سابقا لسنوات المركز الأول في استهداف الصحفيين، والآن أيضا يتصدر مراكز أولى باستهداف الصحفيين العراقيين، وطبعا حاله حال بقية الملفات الأخرى، أسوأ عاصمة بالعالم، أكثر دولة فاسدة في العالم، أسوأ جواز في العالم، كذلك الأمر بالنسبة للسلطة الرابعة، سلطة الإعلام والصحافة، وهي مرآة لنقل الحقيقة وما يحدث داخل المجتمع العراقي. لكن للأسف كل الأمور، كل الحكومات ما بعد 2003 والتي تشدقت بالديمقراطية وكتبت في دستورها الأعوج كثير من الفقرات المبهمة، وحتى المادة 38 التي أقرت من الدستور العراقي التي أقرت حرية الرأي والتعبير، حتى هذه لم تطبق، يعني رغم أن هذه القوانين بعضها جائر وبعضها عفى عليه الزمن، ولكن مع ذلك تطبيقها عكسي، يعني لا يستطيع الصحفي لا بكتابة القانون أوصف ولا ما بعد كتابة القانون والدستور العراقي أوصف. لذلك نجد أن هناك الكثير من الصحفيين يتلقون مذكرات اعتقال أو إلقاء قبض، والمدعي مجهول، وهذا ما حدث مع الزميلة سؤدد الصالحي مراسلة المجلس قبل أيام، وهي زميلة وصديقة عزيزة علينا، علما أنها لم تذكر أي شخصية، والسبب السب والقذف أنها سيدة فاضلة لا تستخدم هذه المفردات، هذا مثال. وهناك الكثير من الصحفيين الحقيقة لم يتلقوا إلقاء قبض، وإنما تم اعتقالهم، وهناك من مثل أحمد عبد الصمد في البصرة، مثل هشام الحاشم وغيره، تم قتلهم أيضا وتصفيتهم وأمام مرعى عوائلهم والناشطين والمدونين كذلك. لذلك نجد بأن سطوة الميليشيات وسطوة الأحزاب قوتها أكثر من قوة الحكومة التي غالبا ما يقع على عاتقها إصدار بيان تندد وتستنكر وكأنها منظمة إنسانية أكثر مما هي حكومة لديها سلطة وقوة لتنفيذ القرار وإنشاء لجنة تحقيقية مثل
آلاف اللجان الأخرى التي في هذا السياق سيد زياد سنجري، في هذا السياق بالحديث عن الاغتيالات الأخيرة التي شملت العديد من الأسماء الصحفية، تصاعدت اعتداءات الميليشيات والقوات الحكومية على الصحفيين تحديدا بعد اندلاع ثورة تشرين، كيف تفسر هذه الانتهاكات ضد الصحفيين في فترة التظاهرات ومنعهم من التغطية الإعلامية لهذا الحراك؟ هو تفسير بسيط لا يقبل التأويل كثيرا والذهاب بعيدا. الصحفي مثل المواطن، المواطن اليوم الذين متظاهرين الذين سقطوا 800 شهيد لدينا، أكثر من 20 أو 25 ألف جريح لدينا، إصابات وعاهات، قنابل دخانية، طنز، كل ذلك. الصحفي ليس أفضل حال من المواطن، الكل مستهدف إذا كانت العملية السياسية في خطر في داخل العراق. اليوم الكرسي والمنصب والامتيازات والفساد أقوى من سلطة المواطن للأسف الشديد، وأقوى من سلطة الصحفي والإعلامي، وأقوى من القضاء نفسه، حيث لا تستطيع أي جهة قضائية أو صحفية أو للأسف مواطنين أن يقولوا ما يريدون أو ينفذوا ما يريدون، بل العكس، على الآخرين أن يتعاونوا مع الحكومة مثل القضاء في كبح إرادة المواطن العراقي الذي يريد العيش الكريم والحرية والتخلص من الفساد والسرقات التي تحدث في العراق. لذلك الصحفي هو حلقة لنشر الحقيقة، ولكن يجب دائما أن تستهدف الأحزاب والميليشيات والحكومة التي انبثقت من تلك الأحزاب والميليشيات، الصحفي الذي ينقل الحقيقة المجردة في داخل العراق. هذا السبب الوحيد والرئيسي والأول لاستهداف الصحفيين في داخل العراق. وفقا للجنة حماية الصحفيين فإن العراق حل بالمركز الثالث عالميا باغتيال الصحفيين، ما مدى توفر الأمن وحريات التعبير والصحافة منذ احتلال العراق وحتى اليوم؟ الحقيقة هناك مسألة لربما صادت على الكثير، بعد 2003 تحديدا لم يكن هناك قنوات كثيرة في داخل العراق، وإنما محطات قليلة، والعاملين الصحفيين يقتصرون على الجرائد التي انتشرت بشكل كبير. لكن هناك مكاتب لوكالات عالمية مثل رويترز والاي تي، وأعتقد أن هناك سقوط الكثير من الشهداء على يد القوات الأمريكية التي قتلت مراسلين يعملون في وكالات عالمية، منهم صحفي نمير نور الدين الذي استشهد في بغداد، ونفت القوات الأمريكية بداية الأمر حتى تبين أن وثائق ويكيليكس بينت بأن القوات الأمريكية قتلته بدم بارد. لذلك علينا أن ندرك جيدا أن ما تقوم به الأحزاب والميليشيات الآن هو امتداد لما أو امتداد لسياسة القوات الأمريكية في استهداف الصحفيين الذين كانوا ينقلون ما يقوم به الاحتلال الأمريكي قبل ظهور داعش والتنظيمات الإرهابية، وقبل ظهور حتى تنظيم القاعدة في داخل العراق. هناك استهداف للصحفيين والإعلاميين لأنه ديدن الاحتلال الأمريكي اقتبست منه هذه الأحزاب والميليشيات هذه السياسات وتطبقها اليوم. فلذلك لا نجد بأن هناك حرية حقيقية، حرية رأي وانتقاد. اليوم انتقاد المسؤول أو كتابة منشور يعرض الصحفي للاعتقال في أفضل الحالات، أو إذا كان هذا المسؤول مدعوم من جهة أو فصيل مثل الحشد ومثل العصائب أو غيرها، بكل تأكيد يتم اعتقاله وخطفه وربما تصفيته أيضا. وهذا ما حدث مع كثير من الصحفيين، وكلنا نشاهد ما يحدث الآن من استهداف للصحفيين في داخل العراق. لذلك لا يوجد هذا المفهوم وهذه الحرية الفارغة أو هذه الكلمات التي تستخدمها أو تتشدق بها الحكومة العراقية أو ما سبقها من قوات الاحتلال الأمريكي التي زعمت بأنها تنشر الحرية ومفهوم الديمقراطية داخل المجتمع العراقي. شكرا جزيلا لك الإعلامي والصحفي زياد سنجري، كنت معنا عبر سكايب من فيينا.